تعرض لبعض المضايقات من قبل وزارة الشباب والرياضة، يعني تم استدعاؤك في الآونة الأخيرة لأخذ أقوالك وسماع يعني أقوالك بخصوص التصريحات التي أطلقتها يعني في الفترة الأخيرة. ماشي هاد التصريحات ما تادوك بوي من عود هبص في نقول الحقيقة. أنا نعرف كما يقول لك من شاش دي بو، يعني الحمد لله ما حاكم، ما راني بريزيدون دي كوميسيون دمارشي، ما راني بريزيدون تاع كاش كلوب مديت لي سوبفونسيون وكليت حق لي جوار وكذا وكديت لي دراهم، ما خاطيني ما كاش كاع انايا الخدمة تاعي في الرياضة هي مدرب في التيران، ثقني في التيران الناس قاعد على بلا واش راني ندير. اون بليس دو سا حبيت نرجع بك لهاد الناس فما يديرو فما يشرشو لي هكذا، ميم كي نكون كونسلتون من حقي ما كاش ما قانون يمنع تكون كونسلتون، صح ولا لا؟ صحيح. وانا هنايا مكتوب انا باش نريبوندي لهاد الناس يقولون بلي انايا وليد مجاهد اي باك فهم، والعائلة تاعنا كاع مارغريت ان شاء الله تاعنا صغيرة في الاربعة ثلاثة بصح عندنا مقبرة شهداء في الشارع تاعنا، الجن تروحوا تشوفوها روحوا سقسيو الله يرحم الشهداء تاعنا ويطول العمر في المجاهدين اللي مازالوا محيين فهمت. مصطفى انا ماشي خايب، انا كي نهضر ندافع على الرياضه الجزائريه وخاصه على الجزائر، وشنو نطلب انا من رئيس الجمهوريه اللي قالوا لي ما تجيش تهضر باسمو من حقي نهضر عليه، مشيت معاه فوطيت عليه نهضر على رئيس الجمهوريه غير الناس قال لي هو وبعث لي بالك لي سيرفيس سيكوريتي ولا يقولوا لي ما تجيش تهضر عليه ماهوش مشكل، شحال انا نهضر على رئيس الجمهوريه انا ماشي نقطع فيه، انا نهضر عليه بالواس لو يديرهم في الرياضه لا 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 بصح صحيح ومن حقاش رئيس الجمهوريه تاعنا لو يدعم الرياضيين قالوا لك ما تجيش تهضر باسمه، قال لك مش تهضر باسمه، ما تجيبش اسم الرئيس ديرونجيتو نهضر باسم الرئيس اليوم وغدوه ما ما يحبشوها نهضر عليه. حنا الجزائر الناس نفكرهم في حاجه، الديمقراطيه ما جاتش باطل في هذا البلاد، نعم الديمقراطية جات شحال من شهيد شحال من جزائري راح حياته خاصة في العشرية السوداء وكذا وارواح باش تكون الديمقراطية في الجزائر. أنا نهضر اليوم وغدوة، والبوست هذا اللي عندي أنا البوست بيجيتا اللي عندي في وزارة الشباب والرياضة، وزارة ماشي تاع العباد، الوزارة تاع الدولة الجزائرية، والبوست عطاتو لي الدولة الجزائرية كرد الاعتبار خلينا قرايتنا رحنا نمارسو الرياضة باش نمثلو الجزائر. خاصة أنا شي ذلك سابي دي بوسفور قيمة البوسفور على جال البلد وعلى جال العالم، يجيو لنا جامي تسكويسات يديروا لي مشاكل ويعرسوا عليا، أنا ما في ثبات إن شاء الله أنتم تجيكم إن شاء الله لاكوميسيون تاع تاع فساد تاع تاع رئيس تاع بريزيدونس إن شاء الله يجيو يشوفوا شنو صار في الرياض. جيد فهمت الميساج هو الحق، والميساج روحوا برك الكونتريي لي دوسي اللي حبيتوهم إن شاء الله تروح فرقة تاع إن شاء الله تاع المختصه تاع لي سيفي سيكوريتي يروحوا لوزاره الشباب والرياضه عند الاسبكسيون يجبدوا غير تاع كونتريين ويشوفوا الفضايا وهذاك يكوفروا فيهم تدنا داود داود ما يسكتش. وصلوا دائما الحديث عن كره اليد، الجاره تونس تستضيف كاس افريقيا مواليد 2006 و2004، داود هل عندنا احنا منتخب تاع 2006 و2004؟ هل رانا نشاركوا في البطوله؟ قبل ايام يعني كنا تلاقينا هنا وقلنا غياب المنتخب الوطني عن دوره المتوسطيه في نفس الفئه، يعني واش رانا نستناو دوك تلحق منافسه نديروا فريق تاع اسبوع ولا تاع دوره تاع حصتين تدريبيتين ونروحوا نشاركوا؟ المخرج يعطينا الصوره داود عميروش يعلق لنا يعني على الامر هذا اللي هو حادث يعني في كره اليد. الناس راهم يخدموا. نعم. وزيد كان ثاني خبر واحد اخر تفضل او دخل هذا رئيس اتحاديه الجامعه تاع تونس او دخل في في فيديراسيون في المتوسطيه كونفدراليه المتوسطيه صحيح عندنا الصوره عطينا الصوره شفنا وحنا وين دخلنا وري لي واحد على فيديراسيون ارجيلان دونبال دخل حبوا يدخلوا في لادي كارب الناس كاع على بالهمش حبوا يدخلوا بالفضايح والملف او عند الانسبكسيون لم يحوسوا على داود هاو الملف روحوا تريتيوا او على بالكم انا ما تاخذوش قرارات ولا تحبوا غير داود يسكت داود الله غالب يهضر ما انا داير هكذا يعني خلو احنا المناصب الحساسه واللي تعود بالفائده على الرياضه الجزائريه ونتبعوا المناصب اللي ما نستفادوش منها داود بيان سور اللي استفادوا منها السعوديين وحدات قياس هم على بالهم يجي نهار نحكي كلش مصطفى ما نجيبش نجبد كلش على ضربه باسكو هذايا هذه هي زي لو كان نحكيها هنايا يضرب زلزال زلزال يضرب زلزال فهمت وشنو واني نشوف حاجه ما راهي تندى انا المفتشية محترمها كي دير الخدمه صح ولا لا صحيح تحوسوا على داود واش راه يدير الناس قال بالهم انا وين راني وانا علاش راني في طالونجي وانا هنا في الجزائر انا هنا الناس قال بالهم واش راني هنا
انا حاضر دائما دافع عن الرياضه مش انا ميتي باسكو حقرني تهمي داوني لوداج واش ندير في لوداج تاع لوداج انا وشنو نشكرهم قاموا بيا احترموني احترموني اكثر كمعتاد كرياضي مستوى عالي نعطيهم الصحه صح ودوكا يديرهم لهم مشاكل باش يولوا عندهم مشاكل معايا ما ندخلش معهم مشاكل اللي عنده حاجه يروح للعداله روحوا اشكوا بيا العداله روحوا للعداله امسح ما غير معقول معامله يعني هذه التصرفات هذه بيان سور انا نقول لك نهار ان شاء الله يجي النهار يفتحوا تحقيق على الوزاره ويبانوا هادو كاع واش صار فهمت المفتشية هذوك جات تخدم على الكاراتي ولا حتى لازم الناس يروحوا يشكوا في شحاوله والدوسي تاع الملف تاع الكاراتي علاش ما راحش الفساد علاش لازم يجوز مزيه عندنا لي سيرفيس سيكوريتي صح ولا لا لا دوك نظر دوك نظر كاع واش عندي باش يعرفوا بلي انا على حق وما مظلمين وحابين يظلموني زعما كون كواني ندير انا دوبل امبلوا دوبل امبلوا كاع على بالهم شكون هو راهو دوبل امبلوا وانا ما شوي با زانيلي وما عنديش دوكري مانيش انا مصطالي بكاش حاجه دوكري زعما دروا دريزر انا رياضي انا رياضي الوزير ما يستقبلش يستقبل الناس واحد اخرين ما كاش اللي متشكي انا نجو نحكوا لهنا باش رئيس الجمهوريه يعرف واش كاين ودي سيرفيس سيكوريتي ولا انا غالطين ادوني من النار روحوا ادوني رموني في الحبس واحد ما زيادر انا ما كان في كلام ناتي بريسي ما يخلعونيش مصطفى باسكو نورمالمون انا معاه انا نشوفو زعما الجزائر الجديده قلعه راه ما كاش الرئيس تاعنا تنحقر حنا وقفنا مع الرئيس كي تنحقر وحنا دوك نتحقرو في وقته كاش منها عيب صحيح ما من صداقيه تروح ما من الشعبيه جاو يشوف حسب هادو المعوجين لم يعوجوا في الرياضه ماشي داود داود هنا ويقول واش كاين انا حقيقه انا هضرت على فايس كش واحد شكا كش واحد جا دار حقرض لا قول لي مصطفى بما قناتي كوزو مفتوحه اي واحد ما يروحش نروحوا تقابلونا هنايا وانا غالطين نتلبوا سماح ونبانوا بلي كذابين صح ولا لا لا صحيح مازال تلك كاين ملفات اخرى داود عمر لا شوف كاين ارجوكو كاع نعم بالحديث عن تو شوف بالك انت مالها هضرك شو واحد هضر باللي الجنباط اللي فيه ديريكتوار راحوا لتونس خصوهم باسكو داو لي سينيور يلعبوا في كومبيتيسيون صغيره واحد ما هضر ما يهضر عليها ودوك كي نهضر عليها دوك يزيدوا يزعفوا عليها كاين امور يهضر باسكو الجنباط باسكو الجنباط جابوه من اللجنه الاولمبيه داروا ديريكتوار ولازم ثاني يروحوا يسقسوا ومن بعد جبد الدوسي على لوتيل تاع لوتيل اللي تابع الكوميتي اولمبيك شكون اللي يخدم فيه هما شكون لا ما تخلوليش تشكون هنا والله رابور ثاني ميسيون ولينا نهضر كلش الو اختوني انا راني اطار نحترم بلادي راني نهضر باش الرياضه تسقم جيد هذا بعدا واللي عنده حاجه يروح للعداله شكون بيا نروحوا للعداله مزيان كان لي جوج وكان المحاكم فهمت لم يبعثوا لا بروف اللي بعثوهم كاع بداو براءه والحديد قياس قبل الختام داود عميروش يعني المنتخب الوطني الجزائري كان واجه يعني المنتخب المغربي اناث يوم الجمعه الماضي بالمغرب القميص يعني قبل اللقاء داروا اجتماع تقني كما جرت العاده القميص تاع المغرب ما فيهش هذيك الخارطه الوهميه هذيك المخرج يعطينا الصوره يعني كيفاش داود يعني دو بوين دو ميزور يعني الصوره يعني والبارح نهضت بركان لعب بالقميص في الخريطه خلاص غلبونا انا نقولها انا ضعاف يعني في الدبلوماسيه الرياضيه ما عندناش شكون يدافع على الجزائر ما كاش انا نقولها نتحمل مسؤوليتي ما كاش اللي يدافع راك تشوف بطوله افريقيه نحاول الجزائر تبدا موجويها هي رايحه للمغرب كاع البطوله طمعوا المغرب فهمت بالكم يزعفوا كان انا هضرت تحبوا نطلب سماح المغرب ولا وشنو هو ما نقبلش انا ايادي تاعهم يحاربوني في بلادي قدام المؤسسات تاعنا ولا رئيس تاعنا ولا الوزير الاول تاعنا لا انا جزائري في بلادي وحماد الدمالية المغرب ما نروحش ما نجيش نحط رجلي كاع ما منكون واش نكون نروح المغرب ما نجيش نحط رجلي ما نروح ما تقولي لا خاوه لا والو وانت سبق وين قلت لي نربح لعيبه على جال بلادي بيان سير انا هنا انا جاسي شو هما يديروا الضغوطات تجيك في الباب نهضر على المغرب الجزائريين يقلقوني لو كان المراكش اللي داروا الحاجه معليش صحاب جزائريين نعم ما نسكتش جيد وتحيا الجزائر جيد داود عميروش نتمنى لك الخير ان شاء الله